يا الله. بسم الله نبدي أول درس. إيه شرح الجيمز. أوكي زين. هسه مثل ما قلنا وهذا الشيء الأكثرية يعرفه، إنه الفائدة من السحب هاي الدويرة، الفائدة منها هو حتى نحدد مكان الصور بعد ما نضرب الطابة، بعد ما يعني مرات مو شرط انه نستخدم السحب دائما. يعني سفرضنا هذه هنا ما سوينا سحب ودخلت الطابة، اذا السحب ما له علاقة بدخلة الطابة بالجيب. السحب يحدد مكان الصول ورا ما تدخل الطابة بالجيب او ورا اللعب. زين هسه احنا هنا باللعب هنا ما عندنا طابة طالعة، وش نسوي؟ اهم شيء انه ما نطلع بالخصم، لانه ما نعرف الخصم جزء قوي يعني بكيوب واحد يخلصن كلهم. فش نسوي هنا؟ نلعب على كيف حتى شنو يعني نحدد انه مثلا يدخل طابة او طابتين بس، باقي طاباتنا مثلا ها يعني هو صح راح يدخل الخضرة بس وراها شوية صعبات عليه، راح تصير مثلا السبعة وهاي الزرقاء ويعني باقي طبعا. فشنو نخلي نحدد مثلا احنا نتحكم بيه، احنا باللعب نتحكم باللاعب الخصم، نخليه يدخل مثلا طابة او طابتين وراها يلعب لعبة يادي. بس هو هنا شوفي هسه فرضا انه احنا صرنا الطابات السادة انه طابات السادة صارت هنا. زين هسه دخلنا اول طابة، عندنا دقيقة كاملة، عندك دقيقة كاملة تلعبين بيها للتوازين وتستعجلين واللي مقابلك بشر يلعب. زين وانت احسن منه. ف هسه نسحب هيجي حتى من نضرب هذه، كأنه تخيلي انت هسه ما راح نضرب هاي الجوزية، سولو راح يرجع هنا تقريبا هنا راح يصير مكانه تقريبا شنو يعني دا اشر على الماوس. شوفي الماوس هذا زين حلو. هسه ايش راح نسوي احنا؟ احنا عندنا بس بنفسجية بس نقدر ندخلها. زين ورا هذن شوية صعبات علينا، فش نسوي؟ نضرب قوي باتجاه، نضرب قوي باتجاه هذا الاتجاه راح يصير من راح نلعب هنا راح تصير ضربة مالتنا، كأنه راح تضرب هاي الطوبة يفلش لنا هذي او هاي، او نقدر حتى لو شوية دي جو مشكلة، بس نضرب قوي ولازم تركيز حتى ندخل طوبة دلينا، ما نريد نخرب الطوبات وما ندخل طوبة. زين هسه شو دخلنا طوبة؟ هسه شو نسوي؟ هاي الحمرة محتم يعني مو شرط تجي، شو نسوي؟ لازم نلعب لعب انه ما نخلي الخصم انه يلعب براحته، فنلعب هدوء. نلعب هدوء. هسه احنا صرنا الطابات ملونه كانه هو اللي لعب ديك اللعبه، فانتي هذا اللعبه ما فيش تسوين، هو ما عنده لعبه. هسه حتى العب، ليش انطيناها خمسة؟ حتى العب وارجع الصور لهنا مكانه، هنا راح يصير هنا صعبة عليه ما يقدر يلعب اي طوبة، بس شنو على كيفنا. زين اوكي هسه نفرض انه احنا يعني كل ما تتغير كل ما يتغير مرة يصير اللعب للسادة ومرة يصير اللعب للملون، نفترض احنا اللي ده نلعب واللي انطانا الكيوب هو الخصم، فش نسوي هسه؟ تركيز حتى نفتح لعب طوباتنا ونركز هنا. شوفي السهم وين يصير، مو على الطوبة لزق، لا شوية مجاعة عنها، هذا يساعدنا نركز أكثر.
زين هسه هسه طلع 12 حتى من واحد تضرب من واحد داخل هاي الخضرة راح يجي الصور هنا يعني ينضرب هاي الكوشن ويرجع كأنه يلتف هنا صارت فيها هاي المشكلة هذا السحب 12 مرات يجي مرات لا حتى لو مشكلة عندنا لعب بعد راحتنا هسه لازم نصعد الصول بهالحالة هنا ليش؟ لأنه إذا صعدنا الصول وهذه طوماتنا ما دخلت إذا صعدنا الصول هنا صار وهاي طوماتنا ما دخلت راح يصير عندنا اللعب إنه يدخل الحمراء ويدخل الصفراء ويدخل الزرقاء فش نسوي؟ نخلي الصول هنا محصور زين هسه هاي اللعبة مو أي واحد يجيبها صارت صعبة ترى هاي اللعبة صعبة مو أي واحد يجيبها خلينا نشوف هسه هنا زين جد وين صارت صعدنا مجال اللعب هسه هاي الصفرة انت سحب وين انت سحب مو كلش قوي لانه الضربة ما راح تصير قوية انت سحب بهالاتجاه من انت بهالاتجاه هذا راح تصعد تصير كأنه قريب على الجيب ال اللي هذا تكرهينه لو ركز عليه كان جتي فاذا ما جايه كان اخذت الزرقاء ويا السحب و وراه يمشي الصول هنا وتاخذين حمرة هسه المهم هسه اريد ادخل هاي الحمرة دخل هاي الحمرة شوفوا راح يصير ليش انطينا هيجي حتى راح تضرب بالجدار تضرب الجدار تصعدي يصير الصول هنا خراب مخفي يطلع لا تلبيك هسه راح نثبت الصور بمكانه راح نلعب الصفرة ونخلي الصور يثبت بمكانه هسه وراها ننطي حتى شنو يصعد الصور يصير هنا مكانه هنا يصير مكانه ونلعب الزرقاء براحتنا يعني نفكر بالطوبة الثانية بعد ما نلعب الطوبة الأولى راحت بعيد كلش مو مشكلة بس جاي الصور تبي هسه هنا مو احتمال تجي فش نسوي باللعب لازم هسه وقت الحشر اوكي دخلت حلو دخلت دخلت ما دخلت انحشر طوى يعني راح نقدر الا بنط يلعب هسه هنا شنو ننطيه هالاتجاه هذا حتى هم ندخلها هم راح تمشي الصول هنا راح يصير مكانه هنا هنا شوفيها حلو هسه شو نسوي هاي الطوبة شوية اذا ما دخلت راح ياخذ الزرقاء وياخذ فش نسوي نلعبها بهالطريقة هذي نلعبها بهالطريقة زين هنا هنا شو نسوي اذا صارت هيجي اللعبة لنا لازم نوقف الصور مكانه ونلعب على كيف هسه هنا ما بقت عنده الا هو بس يخرب لانه احتمال الجيم خلاص او يقدر يسحب هيجي حتى هم نحشر هيجي اوكي هسه نحشر يعني نرجع الصول دائما نخليه ورا طوبتنا حتى ما يلعب راحته
زين هسه شنو طوبتنا هذه هم نريد داخلها وهم نريد نوخر الزرقاء لانه احتمال ما تدخل طوبتنا زين حتى نخرب طوبته زين خربناه ولا اصلا سنفرض انه هذه هي طابتنا شو راح نسوي حتى تضرب فوق الجدار ترجع هنا يصير الصوت نضرب حتى تضرب بالجدار يرجع يصير الصوت هنا حلو هسه لازم قوة لانه احتمال ما تدخل تدخل حظ مو مشكلة دخلت حظ ولا دخلت الصوت اوكي هسه شلون مو شرط سحب بس ركز اوكي